بدي اشرب مليكة، ما بدي. كل مية العالم ما بتطفي النار يلي جواتي هلا. اكيد هدول عملوا شي لابني. قلبي حاسسني انه امير صاير له شي. روقي ماما جاهدة، خلينا نتفائل بالخير. اخ وينك وينك يا حبيبي. ما سمعتوا اخر مكالمة حكاها مع هداك الواطي؟ اكيد هن نقزوا لابني، قلبي هيك حاسسني. تولاي اتصلي بالسيد حسام وخبري شو قالت جولبيري. يلا بنتي بلكي هالشي بيساعده كمان وبيلاقوا لهداك الواطي. ها مرحبا سيد حسام. لا تواخذني، الست جاهدة بوضع ما بيسمح لها تحكي، لهيك أنا اتصلت فيك. الشرطة عرفوا أنه آخر مكالمة حكاها أمير مع سافاج كاراداغ. فهمت عليك، تمام، شكراً، يعطيك العافية. شو قال لك بنتي؟ صار عنده علم ورح يتابع الموضوع. أخ يا الله دخيلك، رد لي ابني بالسلامة. شو عم يصير معنا؟ البيت تقوص وتهجموا علينا ويجيت انخطف، ما شفنا ولا يوم راحة. بنتي جولبيري ما إلى ذنب أساسا، مو شايفة كيف حالتها بنتي؟ لا عاد تحكي هيك حكي لو سمحتي تولاي. مانك مضطرة تدافعي عني بنتي. لا تفهمينا غلط، انت ما حدا عم يتهمك. تولاي معا حق، انا السبب بكل شي عم بيصير معكم. يا ريت لو كنت بقدر امنع هالشي انه يصير، يا ريت لو كان بيطلع بايدي اعمل شي، يا ريت. حضرتك بتعرف ليش موجود عنا؟ لا ما بعرف. علاقتك بأمير تارهون مو منيحة صحيح؟ ايه مالا منيحة. امتى آخر مرة شفت فيها أمير تارهون؟ بظن بتعرفوا هذا الشي لأنه شي أكيد تكونوا تعقبتوا موبايله، وبتعرفوا أنه إجا على بيتي مبارح. صح الشي. طيب لكان، بما أنك عطيتنا أجوبة واضحة لهيك أنا كمان رح كون أوضح بأسئلتي معك. شو صار لما راح لعندك؟ إجا على بيتي وتخانقنا وعصب. لا فيك تقول أنه جن، مو بس عصب، وبعدين ضربني بوكس. بس ما أنا مشكلة. وأنت ما رديت عليه؟ ما رديت، الوقت والمكان مالن مناسبين، ورح جاوبك قبل ما تسأل. رجع من نفس الطريق يلي إجا منه على بيتي. في عداوة بينك وبين أمير تارهون؟ صحيح. يعني إجا لعندك على البيت وضربك بوكس كمان، وبناء على كلامك عم تقول إنه طلع بكل سهولة. إذا بدك صدق أو لا تصدق حضرة الضابط، أنا حكيت لك اللي صار. إذا مفكر صار غير هيك لازم تثبت هذا الشيء. ايه رح نثبته، والحقيقة اكيد رح تنكشف اخر شيء. ايه معناها رح ننطر ونشوف. ان شاء الله كل شيء رح يكون احسن سيد كمال، يعطيك العافية. الله معك.
لازم نحكي مع مارت. أنا مشاعري كتير متأسرة هلأ، خايفة ابكي قدامه. بركي أنا بحكي معه، بس تعالي معي أنتي. ماشي. شو صار؟ راح؟ شو كان بده؟ رح ياخدوا مارت منا بنتي؟ ما رح تعطوهن يا مو هيك؟ وينه مارت؟ فات على غرفته، مزعوج كتير، عم يحاول ما يبين هالشي، فهم منشان شو إجا هالرجال لهون. بنتي يلا قولي لنا شي، ما رح تسلموا مارت مو هيك؟ لا تسمعوني أخبار بشعة. فينا نحكي شوي مارت؟ شكل الأخبار مو منيحة. مع موت اختك ما ضل عندك قرايبين من الدرجة الأولى عايشين صح مو هيك؟ يعني رجعنا لطريق الميتاب، كان مبين رح يصير هيك. لا تقول هالكلام، أنا ما بدي اياك تروح ابني. امتى لازم روح؟ هلا؟ هالمرة كتير طولتي وانتي عم تمشطيلي شعراتي. انتي عن جد بتحبي تمشطي شعري؟ ايه بحبي كتير. جنية تعرفي شو؟ انا من زمان ما كنت حب اتحمم ابدا، بعدين بابا صار يقنعني فيه وينشف لي شعري بمنشفة سخنة مثل ما عم تعملي انتي، وقتها بس صرت حب الحمام كتير. انتي كمان بتنشفي شعرك مثلي بمنشفة سخنة بعد الحمام؟ ايه. بابا وانتي وانا نحن الثلاثة منحب هذا الشي. ريحتك طيبة كتير. شو رأيك نقوم ننقي احلى تياب عندي انا وانتي يا جنية؟ تعرفي؟ بابا كان رح يعملنا مفاجأة حلوة مبارح بعد العشاء، بس لهلأ ما رجع. أكيد اليوم رح يرجع ونروح معه مو؟ إذا خلص شغله وإجا منروح. ماشي لكان جنية، خلينا ننقي تيابي هلأ، أنا بعرف بابا رح يوفي بوعده. ماشي لكان قوم هلأ وروح فرشي أسنانك، اتفقنا؟ ماشي، وإنتي نقي لي تيابي معناها. تعقبنا إشارة موبايل السيد أمير وحددنا موقعه، ولما رحنا لهنيك شفنا الموبايل على الأرض وكان مكسور، والسيد أمير مفقود، وآخر مكالمة حكاها كانت مع سافاش كاراداف. ما عنا أي معلومات تانية حاليا. فهمت، ما في مشكلة، لا تقلقوا رح كون منيح. لوين رايح؟ عود لشوف. عود ابني تا. يعني أول عن آخر رح روح، حتى يمكن ما كان لازم فوت على حياتكم، سببت لكم كتير مشاكل. أنت فهمتنا غلط مارت، موظف الخدمات ما بيجي لحاله، نحن يلي اتصلنا فيه.
شو قصدك يعني؟ ليش اتصلتوا فيه بنتي؟ نحن اتصلنا فيه لأنه قررنا أنك تكون واحد من هالعيلة عن جد بشكل رسمي يعني. فكرت إني رح خليك تروح؟ أنت بتصدق هيك شي؟ أنت مكانك مو بالميتم مارت ولا بمكان تاني. أنت مكانك هون، هذا هو بيتك. أنتوا إمتى قررتوا هذا الشي؟ وليش ما خبرتونا؟ الله يسامحكم بنتي، نحنا فكرنا بشغلات مو منيحة وانشغل بالنا. نحن كنا رح نخبركن ونحكي مع مارت، بس ما كنا منعرف انه الموظف رح يجي بهي السرعة. شو القصة؟ أنا قلقانة كمال، صاير شي مو منيح؟ بصراحة صار لي فترة عم فكر بموضوع وحابب أخذ رأيك فيه. عم فكر نصير أوصياء على مارت، يعني بدي يصير واحد من عائلتنا بشكل رسمي. إيه شو كل هالرجولية هي؟ شو هالرجال يلي متزوجته؟ يعني عن جد بدك هيك؟ ايه اكيد بدي، وصار لي زمان عم فكر بهالموضوع كمان، بس ما قلت لك لاني ما بعرف شو ممكن تكون ردة فعلك. انا هلا كتير انبسطت كمان، هالفكرة كتير عظيمة. المهم تضلي مبسوطة هيك وعم تضحكي. بصراحة نحن تفاجأنا كثير لما قيمت طلبنا بهالسرعة واجيت حضرتك لتقابلنا، وهالشي خلانا مبسوطين كثير. نحن جاهزين نعمل أي شي بتقوله، مارت كثير مهم بالنسبة إلنا. ألف الحمد لله، هالأخبار بتفرح القلب. الله يجزيكم الخير. مارت ما قلت شي. بدك يانا نصير عيلتك بشكل رسمي؟ أخي سافاش مو فاضي. شو فيها ترى؟ معصبة كتير. إن شاء الله ما تعصبوا لأخي سافاش هلأ. خبريني شو صاير؟ وينو أمير؟ جاوبني هلأ، وين رحت بأمير؟ ما عم أفهم شو عم تحكي. شو مفكرة يعني؟ مفكرة انك كل ما اجيتي لهون وعيطتي اشرح لك الشيء اللي بدك اياه؟ كنت مخطط لكل شيء مو هيك؟ انت قلت له على اليمين يلي حلفته بس مشان تهين كرامته وتجرحه. وليش متفاجئة؟ قلت لكم انه الي عندكم حساب ورح صفيه، وقلت لكم تخافوا مني. ماني خايفة ابنو، اخر مرة كان فيها معك اللي وينه وشو عملت له؟
شو رح تعملي؟ رح توصيني؟ إذا اضطريت إيه؟ رح تخبرني عن مكانه ولا لا؟ يمكن يكون مات بشي مكان مثل ما بيستاهل. شو عملتي انتي؟ اخي انت منيح؟ الحمد لله. بس خدش شو عملتي انتي؟ شو عملتي؟ بس ما بدي لون طيارات وغيوم، وما بدي لون شيء ابدا، ما بدي لون شيء. اوف بابا. ابني تعال شوف يا وحش. قلت لك اني رح لاقيها. ليك هي هي بيضة التنين اجدار، كانت تحت الدجاجة السوداء وكانت عم تدير بال عليها وتحميها. لكان البيضة كانت هنيك. ايه مثل الحكاية اللي حكيت لي اياها. عن جد برافو عليك. شو يا قبطان، على شو عم بتدور؟ كأنك كنت مركز بشي. بصراحة انا اكتشفت شغلة بابا. عن جد؟ صار عندي فضول أعرف. اللي شو يلي اكتشفته؟ رح قلك، بس هالشي سر بيناتنا. تمام؟ تمام. شو سر بيناتنا؟ بدي يرجع بابا على البيت. حفيدي الحلو شو عم يعمل لحاله؟ ما عم أعمل شي، بس اشتقت لبابا تيتي. بكرة حيخلص شغله ويرجع، ما تاكل هم حبيبي. طيب فينا نتصل فيه؟ حبيبي بس انت بتعرف كتير منيح انه أبوك ما بيحب حدا يزعجه هو بالشغل. ايه بعرف ما بيحب. كان بدي ارسم لوحة وفرجيها بس ليرجع عالبيت، بس ما بعرف شو بدي ارسم تيتي. ما خطر عبالي شي ابدا، انا مالل كتير. حبيبي طيب شو رأيك تروح لعند رفيقك وتلعب معه؟ عمو سفر بوصلك لهونيك. لعند اي رفيق تيتي؟ لعند مين جاي على بالك؟ ما بعرف. طيب رح قرر لعند مين انا وعم ضب شنتايتي. ماشي، لكان لبين ما تجهز شنتايتك انا رح روح خبر سفر مشان يوصلك. Thank you.
اجى لعندي، حكينا شوي وراح. لوين؟ لوين راح؟ إذا بدك روحي دوري عليه أو خلصي شغلك يلي ما خلص. أنا ما أذيته لأمير، لو عملت هذا الشي ما بعمله بالسر، بعمله بالعلن وقدامكم. هالشي صح؟ أنت عم تقلي الحقيقة؟ هو راح وأنت ما عملت له شي؟ ما عم يضل يحكي ويسألني عن أبوه، لهيك خليه يروح على بيت رفيقه مشان يتسلى معه شوي، وإلا رح يضل يسألني عن أبوه كل الوقت. ما قصرتي جاهدة خانم، هلأ سفر بياخده، بالقليلة هيك بتسطحي بغرفتك وبترتاحي. لا مليكة، ابني ما بعرف وينه، كيف بدك مني ارتاح؟ قبل ما يرجع وشوفه ما فيني ارتاح أبداً. إذا بيكون إلك يد بالشي اللي عم بيصير هلأ. طولي بالك ماما جاهدة. ما بدي طول بالي أبداً. جاهدة خانم رح يسمع ييت. إيه خلص بكفي بقى، أنا ما بعرف وينه ابنك ولا بعرف أي شي عنه، بس شو ما كان صاير معه بيستاهل. هلأ صار فيك تحسي بشعوري شوي، أنا صار لي شهور عم أزعل وأبكي على ابني حتى نشفوا دموعي، حسي بهالوجع شوي. من هلأ ليرجع أمير على البيت ما حدا فيه رح يرتاح، حطيها ببالك كل يلي بهالبيت ما رح يرتاحوا. بتعرفي إنه أنت وابنك نفس النسخة الوسخة والنتيجة واضحة. يجيت عمو سفر ناطرك، يلا نروح. يلا عارف إنه هالخبر كان مفاجئ لإلك، بس أنت فكر بالموضوع. أصلاً أنت شخص من هالعيلة إذا كان بشكل رسمي أو غير رسمي، وشو ما قررت هالشي ما رح يتغير. نحن عملنا هيك لنخلي الموضوع رسمي، بس هيك. سمعت مارت؟ يلا رجع شنطتك. لما سمع هالخبر فجأة هو تفاجأ كتير، ما عرف شو بده يحكي، وكونوا متأكدين إنه هو رح يكون مبسوط، بس خلوه بالأول يستوعب يلي صار. بكرة بتشوفه. بظن هالشي فرحه كتير، قراركم
ممتاز وأجب محله. عم قول ست منور، شو رأيك نقوم نعمل دونات سوا؟ شو قلتي؟ ماشي. يلا لكان. اسلم. يلا تعي معي. ما كنت متوقع يصير هيك صراحة. كمال فكرته رح يكون متحمس أكتر، ما عطى أي ردة فعل. معقول ما عجبه هالشي؟ ما بعرف، بس مثل ما قلتي إنه هو واحد من عيلتنا، فخليه يقرر لحاله. وحتى شو ما كان قراره نحن لازم نحترمه. رح نستنى ونشوف. أخي لازم نشوف لك دكتور. روح هلأ جيب لي شيء ألبسه وجهز السيارة. بالأول لازم الدكتور يشوف. عم تسمعني؟ ألو مارت، شو صاير معك؟ صوتك مو منيح. ما في شي، لا تشغلي بالك. كيف ما أشغل بالي؟ أكيد صاير شي. أنا جاية بس شوفك منحكي. لا لا تجي لهون، بلاقي لك بمكاننا بعد نص ساعة. لما تتحسن أمي أكتر رح نروح عطلة كلنا سوا، كتير كنا نحلم بهالشي. أكيد حبيبتي، إذا مرتي كان بدها تروح عطلة فيني أرفض لها الشي؟ منروح وين ما بدك. Thank you.
مارت؟ ليش واقف عندك؟ تعال لهون. لا مو قاعد، بدي روح شوف مايا، اجيت لخبركم. ماشي، سلم لي عليها لك. ماما جاهدة، بعرف إنه ما بدك، بس إذا بتطلعي بترتاحي شوي هيك أحسن لإلك. بنتي، ابني مو معروفة وين أراضي. أنت مو خايفة عليه كمان؟ لا معقول مو خايفة عليه، بس قصدي وينو أمير؟ وينو ابني؟ ماما جاهدة روقي شوي. عم بسألك إلك، وينو أمير؟ جاوبني. شو شايفي ابني حارس على ابنك شي؟ ليك رح أسألك لآخر مرة وجاوبني بسرعة، ابني أمير وينو؟ أنا ما بعمل هيك شي بأعدائي. ابني ما بيعمل شي من ورا ظهر حدا، لا بيكذب ولا بيتخبى ورا إصبعته. جاوبوني على سؤالي لكان، شو عملتوا له لابني؟ وينه أمير هلأ؟ ابني؟ شو صاير معك؟ هالدم؟ انت متصاوب؟ مين عمل فيك هيك؟ أنا عملت هيك. أنا قوصته. كل شي جاهز مو هيك؟ في شي مشكلة؟ ايه كل شي صار جاهز ابني، انت لا تاكل هم. وحتى كمان قلت لاخي زول كاف مشان البرميل، هو رح يجيبه. تمام، يسلموا ايديكي. لا تنسي نارين ما لازم تعرف شي ولا تشك بشي. ايه معقول انزعلك هالمفاجأة الحلوة ابني؟ شو حبيبتي بدك شي؟ ايه بدي مي. انا بجيب لك اياها، روحي هلا بجي. ماشي، خليك هون انا بجيبها. خد ابني. يسلم. شغلت لي بالي مارت، صوتك ابدا ما كان منيح على الموبايل. يلا احكي لي شو صاير. خلينا نقعد بالاول. أختي نارين وأخي كمال قالوا لي إنهم بدهم يتبنوني. عن جد؟ وأنت لهالسبب زعلان؟ مارت مشان الله عن جد أنت زعلان؟
فكرت انه صاير شي مو منيح، بس هذا الخبر حلو كتير. لازم تكون مبسوط بهالشي مو زعلان. وانت شو قلت لهم؟ اصحك تقلي انه قلت لهم ما بدك هالشي؟ لسه ما قلت لهم شي. المهم اكيد رح تقبل هالشي صح؟ يمكن انت هلا انصدمت بالخبر. ما بعرف، هاد قرار كتير مهم. هن لحد هلا دايرين بالهم علي وعاملوني منيح، بس التبني موضوع مختلف كتير، وكمان صار معهم كتير شغلات بشعة بسببي. هن كانوا رح يموتوا، معقول ضل عبء عليهم كل العمر؟ مستحيل، ما فيني. كل يلي صار مالك ذنب فيه. بعد اتركني. خلص بقى اعطيني الشنطة، اتركني، ما رح اعطيكم اياها. يا بنت ما حدا رح يعرف اي شيء، عم تسمعي؟ واذا ضليتي ما عندي هيك وقتها رح امحيكي انتي ويلي بتحبيهم. بصراحة انا ضميري عم يعذبني كتير مارت، في شغلات لازم احكي لك اياها. شو هي الشغلات مايا؟ ليش ضميرك عم يعذبك كمان؟